اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها، وأعذنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين.